بشرى فنانة بشرى، شو هالمهرجان الرائع الجونة؟ يعني والله رائع في عيونك، وانت يعني عينيك حلوين وشايف مهرجاننا حلو فبشكرك. لمساتك. لمساتي اه طبعا اكيد لمسات كل مجموعة العمل، احنا كتير قوي وكل واحد عنده يعني لمسة، في لمسة تنفيذية، في لمسة تقنية، في لمسة فنية، يعني في لمسة تسويقية، في لمسات كتيرة جدا. المهرجان وكأن 10 مؤسسات بتدير المهرجان، ما هيش حاجة سهلة خالص. شو ردك على مرتضى منصور انتقد مهرجان الجونة؟ انا سمعت بس انه انتقد، بس ولا سمعت الفيديو ولا شفته، وانا ما بحبش اعلق على حاجة الا لما اكون شفت الشخص بيقول ايه بالظبط. بحبش اقول كده اي اراء انطباعية وخلاص عن رد فعله، لكن هو او غيره دي وجهات نظر، والله كل واحد حر في اللي هو شايفه، لكن احنا مستمرين في شغلنا واحنا بنعمل عمل جاد بغض النظر عن مين شايف ايه. دي يعني حرية شخصية، كل واحد حر في اراءه. هو بيقول انه في عري بالمهرجان ومصر مش عارف انه يعني بتتعرض لهجمات وقصص، ونحن دايرين نعمل مهرجان وعري وهيك. والله هو انا ما اعرفش، هو ما شافش افلام الاربعينات والخمسينات والستينات، يعني فين العري ده؟ انا مش شايفه عري اهو، ما انا هو زي الفل اهو. لكن انا بتهيألي هي كلمه حد بيطلعها وحد بينقلها من غير ما فعلا بيقيم الموقف بشكل حقيقي. كل مهرجانات العالم هكذا، نساء بتلبس تحب يبقى شكلها حلو، واحنا نحب دايما الستات يبقى شكلها حلو، والفاشن والموضه ده شيء مهم جدا، والصناعات المنسوجات والصناعات اليدويه والخياطه والحاجات دي كلها ده شيء من زمان احنا طلعنا لقيناه ما اخترعناهوش. فبالتالي اكيد يعني هو عشان الاستاذ مرتضى ما حضرش المهرجان فمش شايف فعالياته الجاده المحترمه اللي بتقدم ندوات وحلقات نقاشيه وفي تعليم حقيقي وادكيشن حقيقي، هو مش شايف غير بس الفساتين، فربما هو بيعلق على محدوديه ما شاف من المهرجان يعني. شكرا كتير بشرى، وانت رائعة. اشكرك، انت رائع.